السلام عليكم، معكم طارق ختمي، 38 سنه، شيف دو كوزين ديال ريستورون لا بلاج في جديده سيدي بوزيد، ممثل مدينه الجديده في اكادير في مهرجان سوس غاسترو لفنون الطهي، والمتوج بثلاثه ديال الميداليات الذهبيه وكاس. المهم يعني ما كنتش ضارب ليه حساب، غير واحد سميتو كنشوف في فيسبوك ولقيت واحد لانونس، تواصلت مع الناس المسؤوله واقترحوا علي انني نشارك ورحبت بالفكره. المهم كان بالتنسيق مع السيد الباترون ديالي اللي هو الصديق والزميل حماده شعنون. المهم كانوا واحد التسهيلات، خديت واحد الوقيت يعني كانت فيه المده ديالو ديال ربع ايام، ومشيت شاركت. الحمد لله داز كل شيء في مزيان وكل شيء في امان الله. في الاول كنقول زعما راه غادي يكون داك الشيء ساهل، زعما ما فيش شي صعوبات، ملي كنمشي كنتفاجئ باللي كاينين دي شاف لي عالميين، كاينين دي شاف دوليين، كاينين حكام عالميين. يعني كانت المنافسه صراحه كانت المنافسه قويه وكانت شريفه. بالنسبه لي انا اكتسبت واحد الخبره مع دوك الناس. لا كانوا اختيارين، يعني هما كانوا تقريبا كاينين 10 ديال لي كاتيجوري، وكنت خاصك تختار منهم ثلاثه، فهمتي؟ يعني تشوف شنو الحوايج اللي كتميتريزي مثلا في لاكويزين وهذا وكتطبقهم. صراحه لا انا مشيت، المهم كاينه واحد الثقه في النفس، مشيت على اساس انني باش نزيد نستافد اكثر يعني مع دوك الناس اللي ديجا عندهم تجربه اللي كبر مني واللي كثر مني بزاف. مي الحمد لله يعني الوقيته اللي غادي تبدا ديك المنافسه تحديت راسي، علاش لا ما نكونش انا من الاوائل، والحمد لله جاب الله تيسير. راه كتكون واحد الفرحه راه ما تصورش، يعني بانك كتسمع اسم ديالك وانك فزتي مثلا بالميداليه الاولى ولا الثانيه والثالثه، وكتسمع السميه ديالك وتصفاق وهذا، يعني هذه كانت مساله كتشرفني وبزاف. كنبغي نوجه واحد رساله شكر للقناه اسبريس والناس ديال الجديده اللي استقبلوني احسن استقبال صراحه، الوالديه، الاخ ديالي والزوجه ديالو، امين فدوي، حماده شعنون اللي هو الصديق والباترون ديالي، الاخوات ديالي، الناس ديال اكادير بصفه عامه بدون استثناء يعني، وكنعتذر الى نسيت شي سميه، على راسهم حميد الحسيني شاف بيتزا يولو اللي كان نيت معنا في المنافسه، الاخ ياسين الشاف ديال اوتيل هيلتون، المهم القائمة طويلة، ضروري ما غادي ننسى شي واحد واللي نسيت شو يسمح لي. محسن هو اللي كان يعني في حد اتصال مباشر مع طارق وباقي عاقل مني كربح أول ميدالية، قال لي الأولى جات بسم الله، قلت لي أنا قلت لي يعني الثانية والثالثة تما في الطريق، ومن الغد لي عاوتاني يعني من يتواصل معايا قال لي راه جات الثانية، واحد شوية قال لي راه جات الثالثة، وأنا نقول اللهم بارك، قلت لي غير حبس اللي غتولي ديتي دير لهم كل شيء إن شاء الله. المهم بغيت نشكر الأخ ديالي على هذا يعني هذا الشرف، هذا العائله ديالنا عائله ختمي والناس ديال جديده كاملين، يعني هذا بحد ذاته راه شرف للمدينه، يعني باش انك تجيب واحد الميداليه او ثلاثه من خارج المدينه ديالك وكتجيبها للمدينه ديالك، هذا بحد ذاته راه شرف، وهذا نداء للناس المسؤوله في مدينه جديده، يعني تكون واحد الالتفاته ويكون واخا ما لقيناش واحد الاستقبال منهم، ولكن يعني العائله يعني وفات بالغرض كما كنقولوا. الدعوات اول حاجه اللي كان الوالدين كيدعوا مع طارق، هذو كانوا كيوصلوا بطريقه مباشره على يعني راه حاجه باينه، وبالدعوات ديالهم هو باش يوصل هو، يعني ما نحتاجش انني نوصلهم لي انا، والوالدين راه كيديروا معنا ليل ونهار، الله يخليهم لينا والله يطول لهم في العمر. وكما قلت لكم يعني بغيت نشكر عاوتاني حتى الزوجه ديالي اللي كانت كتبقى معايا بالليل سهرانه وكتقول لي ما درا شنو دار وشنو يعني شنو الجديد، ومني كنقول لها راه ربح الميداليه كتقول لي والحمد لله.
الاحساس ديالي يعني كيف الاحساس ديال العائله كامله، كان واحد الاحساس كنحسوا بواحد الشرف انه واحد الانسان اللي منا يعني دار واحد الحاجه اللي مزيانه، وحتى في لي كومونتير والناس يعني كيقولوا فيه واحد الهضره زوينه، شرف لينا شرف المدينه، يعني هذا بحد ذاته راه شرف لينا كما قلت لك قبيله حنا كعائله خاتمي ومدينه جديده والمغرب كامل. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.